بالفعل نحن نتواجد في نقطة الضبط الأمني هنا في شميسي، نتحدث عن القوات الخاصة لأمن الطرق والجهود الكبيرة التي تساهم في سلاسة الدخول إلى مكة المكرمة. نتحدث عن هذا المنفذ الذي يعد ضمن 7 منافذ للدخول إلى مكة المكرمة، وهو أقرب نقطة للدخول إلى مكة المكرمة. بالحديث عن سلاسة الدخول، نتحدث عن الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام في المؤتمر الصحفي، حينما تحدث عن أن 40% كنسبة قلت عن السنة الماضية في نسبة الضبط، لأنه هناك الكثير من الجهود في المنافذ الأخرى وكذلك في مخارج المدن وفي المواقيت. يعني كل هذه التفاصيل تحدث عنها الفريق محمد البسامي في المؤتمر الصحفي، ونلاحظ سهولة في الدخول وكذلك الإجراءات بالتأكد من التصاريح بشكل سلس وسهل من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق. للحديث بتفاصيل أكبر حول ذلك، سرنا ينضم إلينا العقيد مستور الكثيري، وهو المتحدث الرسمي لأمن الطرق. حياك الله سعادة العقيد، شكرا لجهودكم الكبيرة، ودنا نتكلم عن هذه الجهود. حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين. سخرت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين جميع الخدمات والإمكانات المتاحة، سواء منها المادية والبشرية والتقنية، في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام. إضافة إلى ذلك أتمتت جميع الإجراءات التقنية والأنظمة التي تعمل في سواء في الطوق الأمني أو على مداخل العاصمة المقدسة، في سبيل تقليل زمن الاستجابة لجميع القادمين وعابري هذه المراكز والمتمثلة في مراكز الضبط الأمني، سواء الرسمية منها والغير رسمية، كذلك في نقاط الفرز، وأيضا في المشاعر المقدسة وفي محطات القطار. كل ذلك يسهم في تقليل زمن انتظار القادمين عبر هذه المراكز، كما تم توطين التقنيات المتاحة لرجل الأمن والتي تكسبه العمل الدؤوب والسريع في سبيل إنجاز التحقق من جميع المسوغات التي تسمح للقادمين عبر هذه المراكز من الدخول للعاصمة المقدسة بعد أن يتم التحقق منه. رائع جدا. طيب لو سألتك سعادة العقيد عن يعني أقصى مدة ممكن يصلها الشخص في الانتظار في هذا المكان؟ جميع مراكز الضبط الأمني المهيئة على مداخل العاصمة المقدسة تم تجهيزها سواء تقنيا أو بالكوادر البشرية الاحترافية التي أثبتت الخبرات على مدار السنوات الماضية من كفاءتها بالتعامل مع جميع الكثافات المرورية القادمة عبر هذه المراكز. يتم التدقيق فقط في التصاريح المخولة للراغبين في الدخول لأداء النسك، ما عداها يتم فقط التحقق وتمكينهم من الوصول إلى بغيتهم النهائية. إذن سرعة كبيرة، ونحن قمنا بالدخول عبر هذا المنفذ لإجراء هذا اللقاء معك. يعني بعد التحقق من التصاريح، من لا يمتلك تصاريح ويلجأ إلى الاستجداء، كيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟ نصت الأنظمة والقوانين الخاصة بأنظمة وتعليمات الحج على منع جميع القادمين والراغبين في أداء النسك ولم يكون بحوزتهم التصاريح المخولة لهم الدخول إلى العاصمة المقدسة، أما لأداء النسك أو تصاريح العمل أو كذلك إثبات الإقامة في طوق المشاعر المقدسة، بأن يتم إعادتهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، وهي مخالفة أنظمة وتعليمات الحج والتي تقدر ب10,000 ريال لكل من يتم ضبطه، وتتكرر العقوبة بتكرر المخالفة. أيضا يتم التعامل مع جميع الناقلين مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وإحالتهم إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. شكرا لك سعادة العقيد، يعطيك العافية على كل هالتفاصيل. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذن كما شاهدت إسماعيل، كان هذا العقيد مستور الكثير ومتحدث الرسمي باسم أمن الطرق، متحدثا عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق. نتحدث عن تفاصيل كثيرة، ومنها الإجابة على السؤال الأخير. إذن لا مجال للاستجداء أو التعاطف مع أي شخص لا يحمل تصاريح، هنا نقطة واضحة تماما، لا دخول إلا بتصريح.